انت طردان ما ترمي لي الاكل برجليه. عايزه تطيرنا انا والعيال من البيت. زي بنتك تعمل كده؟ الشيطان ماسكها. حشك قتلوا نزل الرجلين من الشارع وحطها بحاجة ورماها جنب الباب. انا شفت حاجات ما تقوليش بنتي مع امها، لا ماتت بنتي. اتبهدلت جامد قوي. نزلت بكامل التفاصيل للست بدرية. ست بدرية عندها 68 سنة، ست مسنة وقاعدة على كرسي متحرك. توفى جوزها، وبعد ما توفى جوزها بدأت مأساتها الحقيقية، واخوها توفى بعديه، وبعد كده قعدت مع بنتها، خدت بالها من بنتها لحد ما وصلتها ان هي تجوزها وتسطرها، وبالفعل بنتها سحر اتجوزت. الغريب مش ده، الغريب ان البنت دي قاسية على امها جدا جدا، وبتخلي ولادها اللي هم كبروا والدتها ساعدتها في تربيتهم يبهدلوا ست بدرية جدا اللي هي جدتهم. عرضت عليها بدل مرة واتنين تقولها يلا بينا ننزل نشحت في الشوارع، والست بدرية كانت رافضة. النهاردة هي موجودة في دار رعاية. أمر صعب جدا لما بيبقوا الأبناء جاحدين على أبوهم وأمهم، بتبقى حاجة صعبة قوي لدرجة إن الأب والأم ساعتها بيتمنوا الموت فعلا. تعالوا نسمع الحكاية بأدق التفاصيل على صدمته. زي ما قلت لحضراتكم كده، بتبقى أيام صعبة على كل أب وأم. بنجيب ولادنا علشان زي ما احنا شلناهم في بداية حياتنا وفي صغرتهم، شيلونا احنا بقى لما نكبر وحافظوا علينا. بيفرق والله، بيفرق قوي، بيفرق قوي اللي شايل امه في عينيه عن اللي جه عليها. منوراني ست بدرية. شكرا. انا ليه بس كده؟ ايه مزعلك كده؟ ابدا. لا زعلانة؟ لا ابدا، زعلانة من الدنيا. ليه بس كده؟ ليه يا حبيبتي؟ كم سنة الأول؟ أنا 49. عندي كم سنة ومش عارف. وحضرتك منين أصلا؟ منصورة. أحلى ناس، الله يخليك. قالوا لي بنتك مبهدلاكي خالص ومغلباكي. أنت بشتغل وكويسة وبكسب كتير وبصرف على كذا بيت، فجأة لقيت نفسي تعبت، بقولت على نفسي طقتنيش، بقت ترمي لي الاكل برجليه. تعبتي؟ نامت ضعف البلاط سنه كامله على البلاط. اللي كان بقى بيعني هبه وادى، ولادها حبوني خبولي الاكل. جت في يوم قالت الولد كبير مفتاح التربية واد حبوبه الكبير بتاعها، قتلوا نزل الرجلين من الشارع وحطها بحاجة ورماها جنب الباب. جه جنب واحد معاه وحطتني جنب الشارع، عديت من رصيف لرصيف وقعدت لسه قاعدة كده. واحد شافني قاعدة ليه، قلت له بنتي طرداني. قام مكلم الحاج، وحاج أبو جاي واخدني، أبو جاي مني على هنا. اه احنا كلام دار الرعاية هنا اللي هي مدام فاطمة. اه بس ست كويسة وحنينة أوي، بنتها حنينة وحالة شفتها ما شفتهاش في بيتنا. يعني أنت مرتاحة هنا؟ اه. تحبيهم يعني؟ أحبهم لأنها مش حرمانة من أي حاجة، دكاترة بتجيب، علاج بتجيب. ازاي بنتك تعمل كده؟ ايه اللي وصلها لكده؟ انت جوزتيها وخليتيها وكبرت وساعدتيها في تربيه ولادها. وصلت بيني وبين ابوها وهي صغيره
ما قدرتش على تربيتها لانها كانت طالعه ايه شقيه شويه. فكلمته قلت له خدها هو اللي رباها، جات من عنده حاجه تانيه، اخلاق تانيه. انا على طول كان لدرجه ان هي كانت بتفكر ان هي ممكن تموتني، عايزه تتخلص، ما بتحبنيش اقعد معاها. الشيطان ماسكها. هي كانت بتشتغل ايه؟ ما بتشتغلش، هي تتجوز وتتطلق بس. تنجحش في جوازها ليه؟ من اخلاقها، اخلاقها يعلم بها ربنا. كانت هي مع امها كده ومع عيالها، رمضان ده ما كناش ناكل فيه لقمه في البيت. تعملوا ايه؟ قاعدين، كانت تسيب الدنيا وتسيبنا انا والتلاته قاعدين نبص لبعض كده، نشتري حاجات جاهزه وناكل. تبقى فين؟ سايبه الدنيا وماشيه، ما بتقعدش معانا. سايبك انت الولاد اللي تراعيهم. سابت لي العيال وهم عمرهم اللي عنده سنه واللي عنده سنه ونص، وهبه كان عندها 3 سنين، وحطتهم بالرجاله وانا قاعده انت وهم مش عايزه. ربيتهم واشتغلت وربيتهم، جبت ناس ربوهم وربنا كرمني وكبروا وحظهم في الدنيا. ان كل واحد في الشارع ما عرفش طريقهم فين، لان جروا وراي. قال له ما هي طردتهم، انت مش رحت ورا ستك؟ يلا يا بابا خد اختك وامشي. وطردته مشي. حد سأل عليكي هنا ولا حتى هي؟ لا متسألش عليها خالص، ولا في عيد ولا في رمضان ولا في أي مناسبة؟ ولا بيسأل عليكي هنا؟ الناس اللي أنا قاعدة معاهم دولت هم مخلينا، ما احناش عايزين حد يسأل علينا. قولوا ايه بقى وانتوا قاعدين مع بعض كده؟ قاعدة تحكي عن حكايتها وعن اللي تقول. أنا أقول لها العيال وحشوني، هي تقول ولاد جوز حمات ابني هي اللي عملت فيها كده وطردتني. كل واحد بيحكي عن ايه. طب وبنتك ما قدرتش تعبك ده؟ لا هي فلوس بس، عفش اجيبه، هي تحب واحد يقوم بيع العفش انا اجيب غيره، فلوس انا نايمة السرق، يعني الحياة دي. حضرتك مالكيش اخوات؟ ليه؟ مين اخواتك بقى فين دلوقتي من حياتك؟ ده توأمي تعيش انت. ده توأمني اللي كان كل حاجة ليا رضا اخوي. بالنسبة لابراهيم لما لقى الحياة بالطريقة دي، سواء اكسبريس، لا هي كل يوم تتجوز ترضى عيالها، عيل باخد برشام، عيلها لما عليها ود صاحبهم حبته اللي هي هبة، ولا هجوزك وسيبك من اهلك، يعني حياه ايه؟ فين الام؟ والاب هي سايباه ضرباه، وهو لا مؤاخذه هم كده صغيرين، لا 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 ولا عايزك ولا عايز عيالك. هو راح يتجوز وهي، هو كان بيشتغل ايه جوزها اللي هو ابو الولاد؟ نقاش. فكانت حياتها ما فيش، هي ما كانش في دماغها حاجه. كنتيش تقولها اشتغلي وركزي في حياتك وجيبي قرش وصرفي على اولادك؟ درجه عروسه زي الفول اللي هي هبه دي، بنت 22 سنه حلوه فيها الطمع، تقول لها انزلي يا تشتغلي، تقول لها روحي اشتغلي. تما اشحتي اشحتي بنتها؟ قالي كانت بتقولي اشحت، قلت لها اشحت تنصبتي، اروح اقول له ايه ده اشحت ازاي انا ولا اقول ايه؟ انا بصرف على 5 بيوت وجايه تقولي اشحتي؟ ما بقتش ان انا هودها بحاجه تعمل اي حاجه، اقول لها لا كده غلط، عيالك كبرت كده غلط، عايزه تطيرنا انا والعيال من البيت، عايزه تقعد لوحدها من البيت. طب استفادت ايه من لوحدها دلوقتي اهي؟ لا هي الوحيدة مع عريسها الجديد، يا عايزة مننا ايه؟ تفتكري امك يا ست بدرية؟ امي
يا ريتني انا كنت انا اللي قمت وهي كانت موجودة. امي كانت صاحبتي، كانت صاحبتي مش امي، كانت صاحبتي. امي ما عايشة، موتها زي موت بقومها لقيتها ميتة، يعني ما عايشة ولا اي حاجة. كانت طول اي دماغي اقعد تحت رجلها اعيط. ما انا ما عملتش كده في امي والله، وما عملتش حاجة وحشة في حد خالص. ازعق اي كلام فارغ، اما لو يصعب عليا اي حد، اي حد يصعب عليه اقعد اعيط جنبه كده ويصعب عليا، واصدق اي حد يقول لي اي حاجه. اما هي بهدلتني لدرجه ان هي مره بتغير لي وردني، جابت عصاها ومتمهوراني من تحت. يعني مش عارف اقول لك ايه اللي كانت بتعمله. طبعا الاكل ده يطير في الجو، العيال يخش تحت سرير، يخش يعني يوطوا على نم على بطنهم وجبوه. يعني اقول لك ايه، مش عارف اقول. مش غيرها، مش غير هي. حشك ازاي؟ انا بقالي هنا سنه وشهرين، ازاي توحشك ليه؟ حرمتني من بيتي ومن عفشي ومن حياتي، هتوحشني ازاي؟ ان انا قاعده كده يصعب عليا قوي قوي. اولا حاجه جايبه ناس موظفين يقلعوا بمبس ويحموا، يعني مش مخليانا عايزين حاجه، يعني في اكتر من كده؟ هتوحشني اقول المفروض ان بنتي هي اللي تبقى تعمل لي كده؟ ما فين هي بنتي؟ ماتت بنتي. خسرانة وندمانة، هي الخسرانة، وهي مش عايشة مع بنتها هيبة. بقى هيبة ما عرفش طريقها، أنا ما عرفش طريق. حسن سمعت إنه هو اللي رماني ده راح المصحة. سمعت من مين؟ هيبة جت هنا مرة، هي ود بتحبه، ود بيشتغل ما عرفش مالي شيال ولا إيه. زرتك هنا؟ بتقول لي ادعي لحسن. قلت لها بنت عمري ما ادعى لحد. هو قالت كده في المصحة، بقول خلي تيتا تدعي لي. قلت لها حاضر ادعي له. لدرجة ان انا بقول الحاجة نفسي ان انا اخرج، ان انا فعلا اروح اشوف اللي في المصحة واشوف العيال العيال اللي هم ادم وادم وهبة، هم دولت اللي كانوا لما هم اللي كانوا بياكلوني، هم اللي بيحموني، هم اللي يسطفوني. حن من امهم؟ لا، امهم دي مش موجوده، بتخبي الاكل منهم وتخلي لي الراجل اللي هي متجوزاه حاجات يعني ما بتتقالي من السينمات، بس بنشوفها عشان ناخد موعظه اتعملت فيا. صدقيني الحاجات اللي كانت بتعملها فيا، يعني عشان تيجي تغير لي خشبه مكسوره من الحيطه كده تقوم خلعها صغيره وتقوم معوراني قعدت من تحت. ليه تعمل كده؟ قعدت بتاع يجي ثلاث شهور اتعالج. الدكتور يقول ايه؟ اقول له انا وقعت يا دكتور. يقول لي وقت ايه؟ حد ضربك؟ مطوه يا بنتي. قال له مطوه يا دكتور بس، يعني مش عارف اقول لك ايه ولا ايه. الإوالة غير الحقيقة اللي أنا شفتها. أنا شفت حاجات ما تقوليش بنتي مع أمها، لا دي كانت واحدة جاية منين دي وعملت فيها كده؟ ليه ما أعرفش. رغم إن أنا شايلة البيت على دماغي، وأي حد عايز حاجة خده هاته خده، ما قلتش لا، ما عملتش حاجة وحشة. اتبهدلت جامد قوي. تعالى رسمة. حرمتني من بيتي ومن عفشي ومن حياتي. انتي مرتاحة هنا؟ بيني وبينهم ترابط ما يتوصفش، ده حاجة من عند ربنا. شحاتي لو وقفت اللي هي تنزل تتسولتك. مامتها ما وحشتهاش، قالت لي لا هي اصلا مش عاوزاه. من اخلاقي
كون ان انت تبقى سايب امك كده او ابوك موجودين بقى في دار مسنين في دار رعاية في جماعة شرعية بيبقى امر بقينا نشوفه كتير. ودايما بنقول يا رب يوفق كل واحد بيقوم بالمهمة دي ويساعده. وده دور الاعلام كله، لان يمكن احنا ملناش سلطة على القلوب لكن لينا سلطة بعد كده ان احنا نخلي حد يبقى موجود ويراعي ويهتم. منوراني ومشرفاني استاذة فاطمة جمعة، ويمكن كلام الحلو لقيته في حقك مدام بدرية، يعني انك تستاهلي كل خير والرعاية اللي انت مقدماها. انا مش بقدم رعاية، هو انا الناس دي حتة مني، انا بيني وبينهم ترابط ما يتوصفش، ده حاجة من عند ربنا. احكي لك الست بدرية جات لكم ازاي. بدرية جاني اتصال من ناس عادية خالص، عارفين الدار وعارفين مكانها، قالوا لي في ست موجودة بجانب محطة الترجمين في رمسيس. نزلت، كنا اليوم ده بالضبط كانت الساعة 4 الفجر، اتحركنا انا والحاجة حمام، رحنا خدناها ورحنا اسم الأزبكية عشان نعمل محضر، طلعنا لها شهادة ميلاد. هي بصراحة سعادتنا ان هي عارفة اسم امها وعارفة التفاصيل بتاعت عيلتها واسمها بالكامل، فده ساعدنا ان احنا نطلع شهادة ميلاد بسرعة ليها، واخدناها عملنا لها كشف طبي وجبناها على طول الدار. اما خدتوها كان عندها ايه بقى؟ كانت مريضة عندها ايه؟ بصي هي كانت قاعدة على بطانية قديمة في الشارع وجنبها الكرسي المتحرك. بقالها قد ايه في الشارع؟ هي كان بقالها يومين، يعني احنا بنتها رميتها مثلا النهارده بالليل، احنا خدناها تاني يوم الفجر. ما حاولتش تتواصل مع والدتها؟ لا رافضه خالص، يعني حفيدتها لما جت عملت بحثت ودورت على بنت اخوها، اول واحده تواصلت معاها كانت بنت الاخ، وبنت الاخ خلتني تواصلت مع بنت البنت اللي هي الحفيده السحر. اوكي هبه. لما هبه جبتها هنا وشافت تيتا وقعدت معايا وبتاع، فقعدت اتكلمت معاها طب فين ماما، طب هي مش دمارها مش بيأنبها، ما بتتحركش، مامتها ما وحشتهاش. قالت لي لا هي اصلا مش عاوزاه، يا اما تنزل تتسول وتجيب لها فلوس يا اما هي مش عاوزاه، لو هتيجي لو وافقت اللي هي تنزل تتسول تيجي، ما وافقتش خلاص هي مش عاوزاه. هو ده شرط الحياه معايا. هي عاوزاها كمبدا فلوس، حد بيجيب حاجه دخل لها دخل. بحكم اللي انت دايما بتبقي قريبه منهم قوي، الجمل اللي بيقولوها اللي انت بتشد انتباهك قوي ايه؟ الدفع، محتاجين الدفع. مهما اوفر لهم حنان ورعايه وكل متطلبات، محتاجين الدفع الاسري. الناس دي اتحرمت من ولادها، حرمان الولاد ده صعب جدا، يعني عارفة لما بيحصل وفاة ولا حاجة ده قدر ربنا فده خلاص نافس سلم. لكن لما انت بيبقى عندك حتى امل ان القلوب تحن وما تحنش، ده بيبقى صعب جدا. حضرتك شفتي في بدرية ان هي مش محتاجة حد يتكلم معاها فهي بتبكي، ده جواها عيب على نفسها جدا. مهما تقدمي بقى خدمات وفي حاجة في نفسيتها تعبت فخلاص انت مش هتقدري تلمي، مهما تعملي ومهما تضحك ومهما تبقى حلوة قوي، بتقعد مع نفسها كده في لحظة وتفكر بقى طب انا حملت فيها وولدتها وربتها وربت ولادها، وده جزاتي في الاخر اللي هي ترميني في الشارع، ترميني الاكل في طبق على الارض، وساعات تاخده مني كمان ما تاكلنيش. طب بعيد عن الست بدريه خالص، حد كان في استضافه حضرتك هنا وفجاه لقيت ولاده ندموا او شعروا بالذنب جم قالوا لك شكرا احنا ناخد ماما او بابا؟ هي دي ماما سيدات. سيدات. بصراحه في كام حاله كده بعد ما سابوا امهم يومين ثلاثه ولقيت الولاد بيتواصلوا عشان يرجعوهم، دمرهم قنبهم،
بس انا في الحالات دي بقوم ضغط على الولاد شويه بصراحه، يعني اتربوا بقى شويه، هي مش هتجيلكم ومش عاوزاكم، وهي خلاص قالت ان انا ما خلفتش عشان تحسوا بيها شويه. فكان الطريقه دي معاهم بتجيب اسلوب ايجابي قوي. فحتى لما بتواصل مع الامهات اللي اتسلمت لاولادها بتقولي لا عايشين احسن من الاول 100 مره. احنا من الادب في بصراحه عايشين. اكتر حاجه يعني بتبقوا مركزين عليها قوي هنا وانت مع فريق العمل بتاع حضرتك ايه هي؟ ارضاء الناس دي، هم بيرضوا باقل حاجه. لو طبطبتي عليهم كده ولو ملستي على شعرهم خلاص هم كده زي الفل، حلوين قوي. حضرتك زي الفل، ويمكن من حظها ان هي جت الدار هنا. وبس يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك على اللي انت بتعمليه ايه. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله يخليك، نورتيني وشرفتيني. بنت طردان بقت ترمي لي الاكل برجليه، عايزه تطيرنا انا والعيال من البيت. زي بنتك تعمل كده؟ الشيطان ماسكها. حشك قتلوا نزل رجلين من الشارع وحطها بحاجه ورماها جنب الباب. انا شفت حاجات، ما تقوليش بنتي مع امها، لا ماتت بنتي. اتبهدلت جامد قوي.